رسالة أراد إيصالها أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف إلى كل من يدعم أو يتحالف مع نتنياهو أو يفكر في ذلك، وذلك بعد أن قامت قوات الشرطة وحرس الحدود اليوم بهدم القرية للمرة 84% على التوالي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الذي يظهر فيه شيخ قرية العراقيب الشيخ صياح الطوري ومعه بعض من أهالي العراقيب من النساء والرجال والأطفال يرفعون الرايات السود ويهتفون ضد الحكومة المتطرفة برئاسة نتنياهو، ويحذرون المواطنين العرب في النقب من محاولات نتنياهو الاحتيال على أصواتهم. وأثار هذا الفيديو الذي جاء بأعقاب هدم قرية العراقيب ردود أفعال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أفي بلخرمان: يا لها من قسوة وشر، هذا الصباح وصلت قوات الفصل العنصري ونزع الملكية للمرة 185، هل يمكنك استيعاب هذا العدد على الإطلاق إلى قرية العراقيب البدوية غير المعترف بها في شمال النقب؟ لاحظ السادية هذه المرة. وإلى صرخة عزيز الطوري أحد قادة النضال من أجل الاعتراف أثناء التوثيق: مخيف جدا. واختتم ذلك بهاشتاغ دولة أبارتهايد. أما الصحفي والزميل ياسر العقبي فغرد أيضا على حسابه في تويتر قائلا: بعد 5 أيام من قيام رئيس الوزراء نتنياهو بسكب القهوة لشيوخ البدو في النقب يتم هدم العراقيب للمرة 184، وفي الوقت نفسه هدمت جرافات منزل سمير أبو الدب في قرية الزرنوق بالنقب، يسكن المنزل 14 شخصا من بينهم 10 أطفال في حالة اكتظاظ رهيبة. اعتقلت شرطة يوآف شابين على أساس أنهما كانا يحاولان التدخل مع جرار في أعمال الهدم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام جولتنا البانورامية. لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.